عارف لو عندك معلقة في البيت في العلامة دي في الجنب معناه ايه؟ كنا نازلين، بس ده اللي حصل. يعني دي وصلتلي. صباح البليلة على الناس الجميلة، عاملين ايه يا رجالة؟ ايه الكلام؟ ايه الكلام يا ري؟ عم الساعة دلوقتي بتبقى الساعة 6:30، فانت لازم تتكلم بتون واطية وجميلة، ولازم تحاول ما تفتحش اضاءة كتير او ما تفتحش اضاءة خالص، يعني استمتع بالجو ده، خصوصا انت كمان لما بتقفل النور. انا لما بقفل النور بحس ان الدنيا متروقة اكتر، ما اعرفش ليه بصراحة. انا قلت ايه يعني ما نقطعش، يعني نقول لكم الفترة الجاية على اليوتيوب النية النية سليمة والله. وفي نفس الوقت النهاردة كان لازم اوريكم حاجة، لان هي حصلت بسببكم. عارف لو عندك معلقة في البيت في العلامة دي في الجنب معناه ايه؟ مش عارف بصراحة، بس يعني بحس إنها معلقة مميزة. والله أنا بحب في الجو الساقع ده، يعني أو مش في الجو الساقع، بحب أفطر إندومي بصراحة. يعني أنا عارف بس بحبها. أعمل إيه يعني؟ خلاص جميلة. جميلة يعني حاجة مش بتبقى بإيدك خالص، الموضوع بيطلع بره إيدك. دي جاي بقى أكلمكم فيه النهاردة، إن هو ده. يعني دي وصلت لي بإذن الله بسببكم. يعني شوف، احنا يعني يبدو ان القناة يعني مش زي بقية القنوات بتاعت الناس العالية والكلام ده، بس ليه بسببكم بقى؟ لأن الانجيجمنت عندنا على القناة، التفاعل عالي جدا بالنسبة لعدد المشتركين، فالتوقع بتاع قدام بالنسبة للبرانس اللي يعني بتعاقد مع ناس متواضعة زينا بيقول لك اه ده ممكن الريتش قدام. فأنا بشكركم جدا على الهدية اللي جاتلي من هونج كونج دي بسببكم، وهنشوفها بقى مع بعض في نهاية الفلوج إن شاء الله. ناخدها بس عشان نشيلها ونركنها. لسه الجو ساقعة، يعني الجو لسعة كده، في لسعة كده. من أكتر الحاجات اللي بحبها في الشتاء هي الشركات اللي بتحاول دايما تساعدنا، يعني آيس كريم الفراولة ده رهيب والله العظيم. شركة اسمها مش عارف اسمها ايه بصراحة، بس هو اسمه لافي، رهيب. فيعني احنا ممكن يعني تاكله فاهم كده الصبح في عز التلج، معرفش في ناس بتحب كده ليه، مع شوية من أجواء الرعب يعني. بس هو يعني هي دي، لكن ان انت بقى تبقى حتت كده ايس كريم، تبقى حتت مش مناسب، مش تبقى حلوة. هو لازم يبقى كده ملغوص. وبعدين بقى كفاية رعب بقى، خلاص خلاص. هي دي كمان ايه يعني، هي دي الميزة في ال في ال هي دي في الحوار اللي معمول بيه ايه، الفانيليا يعني اللبن المستخدم، يعني في بتاع كده برضو جديدة كده ب5 جنيه، مش حلوة خالص، ودي يعني سعرها مناسب وأغلى شوية وصايعة بقى. يعني تحس إن الفانيليا ليها كده إيه طعم. طيب المهم، يعني المهم إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا دلوقتي ابتدينا نحضر العدة، عشان إحنا طبعا كان عندنا الدروب بقى الحمد لله اللي حصل، والحمد لله ابتدينا يعني نقف على رجلينا شوية. والمفروض ايه، ان احنا عندنا تصوير النهاردة في مدينة نصر، فالنهاردة هيبقى اول يوم من 20 يوم ننزل الشارع ونحور بقى ونشوف بقى الدنيا ايه تحت عاملة ازاي. فان شاء الله يبقى يوم جميل جدا، يبقى يوم جميل جدا، وان شاء الله ايه يعني نرجع بقى بسرعة بقى. ويلكم باك وسيا. فجأة افتكرت انا حبيته ليه، حبيته عشان هو قريب قوي من ميلك شيك فراولة بتاع ماك، عشان كده انا حبيته. يلا حبيبي عندنا شغل. لا لا رهيب، يكاد يكون هو بس يعني اكسترا ستروبري رهيب. هنفضل رايحين جايين كده ولا؟ كنا نازلين احنا، صح كنا نازلين، بس ده اللي حصل. الراجل حصل عنده حالة وفاة وأجل الافتتاح بكرة. جزاك الله خير يا حبيبي، ربنا يبارك فيك، وبكرة احنا مع بعض بقى ان شاء الله. سبحان الله. يعني في كده اوقات تيجي عليك بتبقى عايز ايه اللي هو ايه،
هتفكر تقعد ايه يعني كنت عايز انزل النهارده خلاص ده كنت مظبط كل حاجه هو ليه كل مره بتيجي معانا كده اشمعنى انا مفيش غيري في البلد الناس مركزه مع ساعات يعني دي الاحاسيس بتاعتنا بس في وقت بقى بيجي عليك بيبقى يعني مفيش وقت للمشاعر يعني خلاص انت كده عملت استهلك نفسك ووقتك وعمرك والشوية اللي انت عايدهم فما بيبقاش في وقت للمشاعر فالمفروض بقى ايه يعني what next ايش طيب الله هنعمل ايه هنجيب مثلا حاجة ننتجها فمثلا فورا فاهم يبقى عندك ايه بلان هو مفيش بلان بس انت لازم يعني تخترع حاجة يا اما هتفضل واقف في الحتة بتاعت اللي هو يعني اشمعنى يعني ليه حصل كده خلاص عدي يعني الفترة اللي فاتت لما بتبقى قاعد لوحدك بتحس بقد ايه انت يعني دماغك مهم عندك لان هي اللي عايشة معاك وهي اللي فاضلة معاك وانت لما يبقى في حد في حياتك هيبقى عايش مع الدماغ دي فازاي هيعيش وازاي هنحل المشاكل وازاي هنواجه وازاي يعني طالما ما فيش عواقب وما فيش توابع فخلاص ازاي اعدي وازاي انسى مش كل حاجة يبقى عندي موقف وكل حاجة بقى مش عارف ايه خلاص فاكس التصوير انا كان نفسي انزل بقالي كتير ما نزلتش بس عادي اكيد لما اقعد شوية يعني كمان ده يبقى افضل دي واريح لي لان انا لسه يعني ما حصلليش الشفاء التام بس قشطة يعني خلاص كنت عايز تنزل مش عارف ايه ويلا لان الدراما الدراما اللي احنا عملناها في الفيلم اللي ما شاء الله يعني شفت فيدباك عظيم الدراما دي ساعات بتعمل لك ايه الدراما بتعطلك يعني اشرب حاجه مسقعه كده ايش نو هذا لان الفيديو في البيت ممل للناس كتير قوي وممل ليا انا لان انا احب امنتج الشغل بتاع الشارع وانزل الشارع والكلام ده زائد ان هو خلاص بقى كفايه حاجات انت بتحس انها ملهاش لازمه ويعني طب وبعدين هعمل ايه يعني مفيش يعني لازم تعمل حاجه ليها معنى فيديو ليه مضمون ليه شكل ليه ستوري وهو ده بقى اللي بقى معطلني الفتره اللي فاتت ان انا كل حاجه عايز اعملها إيه تبقى حاجه ايه ليها ستوري وليها مضمون فبيأخرني ان انا اعمل فلوجات عاديه بس الفلوجات العاديه دي مطلوبه برضو مطلوبه لناس كتير قوي ان هو يعني هو عايز بس يتفرج وعايز يشوف ايه الجديد وعايز يبقى دايما حتى الديلي فلوج بتبقى من اكتر الحاجات اللي بتجيب فيوز عشان كده عشان انت دايما عايز ايه اللي جاي ايه اللي حصل النهارده ايه اللي حصل بكره يعني متابعة حياة انسان يومين ده شيء يعني انترستنج جدا خلينا نقولش ان اليوم اتضرب عادي يعني اتضربش المهم ان انت لما بتبتدي تقعد مع نفسك وتستوعب ان دماغك هي اهم حاجة فيك بتحاول يعني ازاي تحاول ان انت يعني تطورها ازاي تمتلك ملكة ان انت يبقى عندك يعني ادوات للتحليل ودي طبعا مش تغير بالثقافه وان انت تقرا وان انت تطلع وان انت دايما يعني عدم اوبوب من اخطر الحاجات اللي بشوفها ان انت ما يبقاش عندك في حياتك حد بتستشيره او حد كبير بتمشي وراه او حد يعني بتاخد رايه يعني استشاره واستخاره امرين مهمين جدا في حياتك فلو انت ماشي حياتك بمزاجك فزي ما بيقولوا ايه هتلبس لوحدك لكن لما في حد في حياتك بتستشيره يعني بيديك وجهه نظر تانية فانت ساعات تقول ايه تقول على فكره يا عم انت مش حاسس بيا انت مش في الموقف بتاعي يعني انا على فكره مطلوب مني وانا بنصحك ما بقاش حاسس بيك مش بالشكل ده بس مطلوب ان انا ما بقاش حاسس بيك في العواطف اللي بتخليك تميل عن الطريق الصح او الراي الصح فوجود شخص مش حاسس بيك قوي عاطفيا وبيفكر بعقله ده ضروري جدا لان هو يقدر يديك ابعاد للمشكله اللي انت فيها صح ولا انا بحرق ولا انا ما يعني انا ولا انا تعبان التعب يعني تقريبا التعب لسه مأثر عليا قلبة الجو دي زعلت ناس كتير قوي كل الابعاد دي بتبتدي تفكر فيها لما بتبتدي تركز ان انت محتاج دماغك اللي هتكمل معاك ومحتاج ان انت متخليهاش ميتة كل واحد بيبقى مثابر عشان يحقق حلمه كلام الاكليشيه ده بس فعلا الناس بتنام في الشغل عشان الهدف بتاعها مايكل جاكسون اخترع الجزمة عشان يعمل الحركة اللي هو بيميل فيها تخيل اخترع الجزمة عشان يحقق حوار في دماغه
متخيلين متخيلين الراجل ده يعني همه على حواره عامل ازاي. فتخيل انت بقى همك على دماغك اللي انت عايش بيها عامل ازاي لو انت كل يوم في الانتخة ومفيش وما بتفكرش وكل يوم عندك بيعدي عادي ومستواك ثابت في كل الحاجات اللي بتعملها. ايه ده؟ فيبقى انت يعني مموت نفسك، عارفين اللي محطوط على اجهزة ده وعايش جسم بس ما بيفوقش من الغيبوبة، فهو بيبقى نفس الحال ده. المهم انا خليني بقى نوريكوا بقى ايه الحاجة اللي جت، وانا عارف ان في ناس كتير قوي ما بتحبش الريفيوز بتاعت التك، بس انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا. ثانية واحدة خلص في السيئة الشيخة. حب اللحظات دي جدا، يعني بتفرح، بتبقى فرحة، فنفرح الناس، نفرح الناس. مهم قوي، مهم قوي. انا عارف ان يعني ناس ما بتحبش الحوارات دي، بس مهم جدا ان الفيديو الجاي الشركة تلاقي عليه دعم. انا مش عارف ازاي يعني، بس انتوا حتى يعني لو لقيتوا الريفيو ومش عايزين تتفرجوا عليه ما تحبوش الحاجات دي، خشوا اعملوا لايك واكتبوا ايه ده جامد قوي، يعني عايزين نحور. يعني مش عارف هم لو هم صينيين، تخيلوا بقى لو ترجموا الكلام اللي انا بقوله ده للصيني. ني هاو. يس جايز. تحس ان ايه؟ تحس ان هو لازم تتكلم انجليزي وانت بتطلع البتاع من البتاع. الجامبل ده طبعا يعني هيفيدنا جدا في مستوى الفيديوهات الفترة الجاية. يعني شركة فيوكي تك بعتت لنا الاي كي 4500، طبعا يعني تقريبا من يعني الجامبل ده مش موجود منه غير 2 في مصر. انا شفت شاب عامل ريفيو ولا يعني ما بحثت او مش عارف يعني عشان برضه ما بقاش بحاور، بس هو قليل جدا في مصر، لان هو كان يعني ده يعني تاني اجدد منتج فيوكي تك عامله. فشكرا فيوكي تك على الجامبل، واستنوا بقى الريفيو عليه كامل ان شاء الله. انا حاولت ان انا يعني ايه ما يعني انزل فيديو وما افكس وما ضيعش اليوم، ويعني عشان نبقى ملتزمين كل اسبوع، خصوصا ان انت يعني لسه برضو ما بنزلش البيت، ما بتحركش قوي، مش عارف انزل اتحرك. فقشطه يعني خلينا نعمل شويه حاجات في البيت كده، فهنعمل ريفيو. شكرا ليكم لان انتوا سبب في ان البتاع ده موجود، ويعني اليوتيوب يعني ارباح بتاعته زي ما قلت لكم تكاد تكون ضئيله جدا جدا. انا قلت قبل كده في فيديو هيطلع ارباح من اليوتيوب كانت قد ايه. فالحاجات دي هي اللي بتعوض، يعني الحاجات اللي زي دي هي اللي بتعوض، تحسسك ان ايه ده فعلا اليوتيوب ده ممكن يبقى حاجة ايه قشطة تمام، يعني تقدر ان انت يعني تكمل فيها وتزق زقة. لان انت يعني الجامبل ده اكيد هيبقى ليه افكت على الفلوجز والفيديوز اللي انا عاملها على اليوتيوب، زائد شغلي بره في التصوير والكلام ده. فانا يعني ممتن جدا ليكوا ان انتوا يعني تفاعلكوا دايما معايا، وان انتوا يعني زعلانين ان الفيوز قليل اكتر مني، وانا اصلا نفسي نوصل 50,000. مش عايز احلف بس والله عشانكم، عشان انتوا انا حاسس ان انتوا هتفرحوا بالحوار ده اكتر مني، لان انا خلاص انا 3 سنين ونص و50,000 يعني it's not the big deal for me. هنعمل عليه ستوري كده، هنحاول نعمل عليه ستوري، وعايزكم تتفاجئوا بقى بالستوري بعد طبعا ما شفتوه. وشكرا فيوكي تك تاني، وهنقفل الفلوج هنا. انا عارف ان الفلوج كان كله في الاوضه، بس قشطه يعني من الفيلم اللي فات ده كان كله في الشقه، وتصور كله بالعدسه 50 مللي. ثانيه واحده، عدسه 50 بس صورته بال 1.4، دي ال 1.8. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.